الشتاء بيحب الدفء، والشتاء بيحب ان احنا نشرب مشروبات. المشروبات دي اي حاجه بتتحط في كوبايه او في مج او حتى في بوله نقدر نحسبها مشروبات، ابتداء من الشاي والقهوه والجنزبيل والسحلب مرورا بالشربات المختلفه وشربة العدس. نقدر نحطها مشروبات؟ يا سلام يا ريت. مش عارفه ليه ما ننزلش الشغل في ايدنا مج شوربة عدس. والله يا جماعه السوريين بيعملوا حاجه لطيفه جدا، لما تروحي لهم بيعملوا لك دايما لما تروحي مطاعمهم يقول لك واجب ضيافه، فينزل لك شويه شوربه عدس كده. الله، اه والله العظيم. الله، بالذات في الشتاء بقى بيبقوا فظيع، وخصوصا لو معاه العيش المحمر بتاعهم. الله الله. بقى في الشتاء يا جماعه كلنا بنتعب فعلا، لان احنا يعني زي ما بيقولوا كده ايه بالمصري بنرسرس من التلج، فبنحتاج حاجه تدفينا تمشي في الاوعيه الدمويه بتاعتنا حقيقة. تعيد لينا الحيويه، تعيد لينا النشاط، تعيد للجسم كله ايه زي ما بيقولوا كده المفاصل، الدم يجري في المفاصل. السخونه بتاعه المشروب الساخن بتمشي في الجسم، بتخلي الدم السيركيليشن بتاعت الدم تمشي اكتر، فالجسم بيحرق فبيطلع طاقه علشان يتدفى، فاحنا بنحس بالتبعيه بالدفى. صحيح، فده فعلا بيحصل. ده حقيقي، ده حقيقي. بتشرب ايه؟ بتحب تشرب ايه؟ ايه مشروبك المفضل في الشتاء؟ ده الموضوع او ده السؤال اللي هنتكلم معاكم فيه النهارده. كل واحد يقول لنا بيحب يشرب ايه. انت بتحب تشرب ايه يا مصطفى؟ الزنجبيل. يا مصطفى انا اللي بحب اشرب الجنزبيل، وانت عارف والمج بتاعي فيه جنزبيل بالليمون. ايه ده؟ وكان مزاجه زنجبيل. عايز اقول لك حاجه، اتفقنا ده في صالح المشاهد، لان الزنجبيل او بالمصري زي ما بيقولوا عليه الجنزبيل، وطبعا ده اللفظ المحرف، هو اللفظ الاصح لغويا هو الزنجبيل. انا لسه اهو يعني كنت بدور عن معلومات عن الجنزبيل. اه بيقول لك 10 10 قولي قولي. طبعا بيظبط ضغط الدم كويس جدا، علشان الفيروسات والوقايه يعني من الفيروسات. ايه تاني قول انت؟ طبعا ده بيقول لك مكافحه نزلات البرد، له تاريخ طويل في الاستخدام بمختلف اشكاله في الطب التقليدي. انت عارفه الصينيين عندهم ادويه غريبه جدا. انا سافرت الصين، يعني حتى لما تروح للصيدليه يقول لك ويسترن ميديسن ولا تشاينيز ميديسن. اوكي، يعني عايز حاجه علاج غربي ولا علاج صيني. صيني. وهم هناك كمان المدرسه الصينيه بشكل عام مختلفه تماما عن المدرسه الغربيه في العلاج او في الصيدله عموما. فهم ليهم حاجات وصفات استخدامهم للاعشاب بشكل عام يا منا غيرنا خالص. يعني هم بيستخدموا الاعشاب بشكل مستمر وطويل. فمن ضمن الحاجات اللي بيستخدموها الزنجبيل. الزنجبيل بيعتمدوا عليه اعتماد كلي في الحاجات كلها. شايفه؟ بصي انا بص لقيت لك 10 فوائد صحيه. الجنزبيل كمان موجود في المطبخ الصيني بشده، يعني هتلاقي من التوابل الصينيه اللي بتتحط على الاكل الجنزبيل بيستخدم في الاكل وبشده. ده حقيقي جدا. هو اهم حاجه ان هو بيساعد على وصول الدم للاطراف. يعني لو بصيتي للفائده الطبيه الحقيقيه بيقول لك ان هو اللي بيمشي في الاوعيه الدمويه، ودي اهم حاجه. انت وانس ان انت ليه بقى بتحس ان اطراف حضرتك او حضرتك بارده؟ لان الدم مش وصل لها. وانس ان الزنجبيل شربتيه هو بيسخن الجسم وبيخلي الاطراف دافيه، سواء هنا او سواء اطراف الرجلين او سواء الودن، كل اطراف الجسم اللي بتبقى بارده شويه هو بيعمل لها يعني نوع من انواع التدفئه. بالظبط كده. في ناس بقى بتحب تستنى الشتاء، وعارف انت البوستات بتاعت الفيسبوك تحب تستنى الشتاء وتشوف المطر تاخد معاها الكاكاو مج نسكافيه. لا كاكاو وفي مارشميلو وحاجات كده، ويسمعوا صوت فيروز. الله. ناس بتحب تشرب فنجان قهوه. أي. في ناس بتحب مج نسكافيه. في ناس بتحب بقى حاجات مختلفه، كوبايه الشاي بلبن المقدسه عندنا كلنا كمصريين طبعا. يعني قول لنا بقى انت بتحب ايه وبتشرب ايه، كنت بتشرب ايه وانت صغير وغيرته لما بقيت كبير، هل ده ممكن ياثر على الوزن بشكل او باخر؟ في ناس بتحب السحلب. السحلب عظيم على فكره، بس مشكلته ان هو انا بحسه وجبه. الله ينور عليك. هو مشكلته ان هو دسم جدا وبيزيد الوزن، لان هو طبعا عباره عن نشا و حاجات بس مكسرات ولبن وكدا. بس طبعا الاوميجا 3 اللي جوه السوداني والسمسم هو ده اللي بيخلي الموضوع يعني. لكن انا لو بصيتي مثلا لفوائد، يقلل التهاب المفاصل، يخفض سكر الدم، يعالج عسر الهضم، ودي حاجه الزنجبيل مش الزنجبيل. يخفض الكوليسترول،
يعني بتتكلمي في صيدليه كامله يعالج الغثيان، يكافح نزلات البرد، يوصل الدم يوصل الدم للاطراف الاوعيه الدمويه. بتتكلمي في صيدليه كامله متكامله. زنجبيل اشربه بقى مع قرفه، اشربه مع ليمون، اشربه مع لبن، اشربه. تشربيه بايه؟ انا بشربه بالليمون بس من غير سكر. بتشربيه بالليمون؟ انا بشربه ساعات بقرفه، ساعات بشربه لوحده، ساعات بشربه باللبن. يعني هو ليه كذا شكل من الاشكال، لكن هو بشكل عام على فكره الانجليز عندهم حاجه اسمها جينجر تي او شاي بالجنزبيل، واعتقد طبعا ان هم يعني ورثوا ولا قصدهم بيه شاي الجنزبيل اللي هو طريقه عمل الجنزبيل بشكل الشاي كتي باج، يعني بيتحط في الكيس وبيتحط فوق الميه. هو كده بالظبط، هو تي باج واحد مكتوب عليه جينجر تي، يعني شاي بالزنجبيل بيتحط. بس اعتقد ان هم ورثوه طبعا من احتلالهم للهند وبقائهم في الهند المستعمره الهنديه لوقت طويل، هم طبعا برضو بيستخدموا هذا الامر بشكل كبير. فبشكل عام هو احنا سؤالنا النهارده لحضراتكم، احكوا لنا عن مشروبكم المفضل في فصل الشتاء. بتشرب ايه في الشتاء علشان تدفى حضرتك او حضرتك؟ ايه افضل مشروب بالنسبه لك او بالنسبه لك يعني بيدفيك بشكل شخصي؟ احنا عرضنا وجهه نظرنا لان هو طبعا الجنزبيل كمان بيقلل الوزن وبيظبط السكر وبيظبط الكوليسترول، ولكن على الجانب الاخر ملوش اضرار زي الاضرار الحاجات التانيه اللي انت ممكن تشربها. ممكن بس يكون بيرفع ضغط الدم شويه. والله بيرفع الضغط شويه بس استخدامه بشكل كبير. اكيد. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر، وهنرجع لكم تاني.